تحية لمشاهدي وان نيوز. أنا أتواجد الآن يعني بالقرب من مقر الشركة الصينية. هذه الشركة تعرضت للاحتراق قبل قليل يعني بأثر تماس كهربائي، وحسب مصدر في قيادة شرطة محافظة ذي قار أكد أن هذا الحريق هو تماس كهربائي تسبب بحرق ثلاث كرفانات، والرابع هو يعني حالة شبه جيدة يعني أثر التماس الكهربائي. يعني لغاية هذه اللحظة التحقيق مستمر بقضية هذا التماس الكهربائي من قبل قيادة شرطة ذي قار. هناك أيضا يعني مواد من موبايلات وكذلك جوازات للعمال في الشركة الصينية، وهناك وليات احترقت بسبب هذا التماس. يعني لغاية هذه اللحظة التحقيق مستمر بالقضية، هناك رفع لإنقاذ يعني هذه الكرفانات ومن قبل العاملين داخل الشركة الصينية، ويعني تم إطفاء الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في محافظة ذي قار، والتحقيق ما زال مستمر لغاية هذه اللحظة بقضية الشركة يعني حريق الشركة الصينية.